People are always looking for a cure to every illness, pains and many problems, loss for years to regain cureness. Oh God, grace. <applause> لأول مرة أيضاً سيكون في موقعنا balancecure.com بإذن الله قسم للتجميل ولكن التجميل الحقيقي، تجميل الجلد، تجميل الشعر، قوة الشعر، منع تقصفه، لمعانه لل... للرموش، للأظافر لتجميل حقيقي للمرء ليش أقول حقيقي جماعة؟ لأنه إحنا ما نراه من ابتذال في, في وسائل الإعلام وغش وتدليس كله أصباغ من برا بغير أصباغ من برا لا نحن سنتحدث كيف تبني الخلايا كيف ترصف الخلايا كيف تنظم هذه الخلايا كيف تغذيها بما أثبتت الدراسات سبحان الله كيف تعتني بها صباحا مساء متى تأخذ الحمام متى تنام كل هذه الامور سنثبت بالدراسات كيف تفيد البشره، كيف تفيد الجلد باذن الله سبحانه وتعالى، كيف تفيد الشعر، تفيد الاظافر، تفيد الرموش، تفيد كل هذه الاشياء بطريقه بعيده عن الابتذال وبعيده عما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا عندما ننظر إلى مرض مثل القولون العصبي نلاحظ أن القولون العصبي فيه آليات كثيرة أولا يحدث هناك خلل في المحور الدماغي المعوي هناك خلل في فرط النشاط هنا يعني فرط نشاط حركة الامعاء هناك فرط الحساسية للأمعاء هناك خلل هرموني هناك خلل في البيبتيدات خلل في النواقل العصبية هناك آلية مناعية هناك التهاب خفيف هناك الضغط النفسي والاسترس وهناك عامل نفسي كبير كل هذه تعتبر من الأليات التي تسبب القولون العصبي وذلك سبحان الله جاءت كثير من الدراسات تؤكد أنه لا يمكن لدواء واحد أن يستطيع أن يسيطر على كل هذه الأليات مجتمعة مع بعضها البعض وفي الحقيقة أن الدراسات بلغت أكثر من هذا يعني دراسات تقول وهناك نوع من الدراسات يسموها Systematic ال Review تجمع فيها الدراسات شاملة وتراجع هناك واحدة من السيستماتيك ريفيو مذهلة لماذا؟ هذه الدراسة تقول أن كل الأدوية التي اخترعها الإنسان من أجل علاج أعراض القولون العصبي وليس آليات القولون العصبي كلها لا تحقق أفضل من 7 إلى 10% من البلاسيبو طبعا البلاسيبو هو الدواء الوهمي عادة في أي تجربة حتى نتأكد أنه لا يوجد تأثير نفسي نعطي دواء وهميا يعني مثلا إذا أردنا أن نجري تجربة على مرضى مصابين بارتفاع ضغط الدم فنقسمهم إلى مجموعتين مجموعة تأخذ دواء حقيقي يخفض الضغط الدم الشرياني أو يفترض أنه يخفض ولكن المجموعة الثانية تأخذ حبوب سكر يعني ملبس شكلها بالظاهر يشبه شكل الحبة الحقيقية ولكن فعليا ليست حقيقية دواء وهمي ومن ثم وجد أن بعض الناس سبحان الله مثل مرضى الضغط الدم والشرياني ثلاثة منهم ينخفض الضغط الذين أخذوا الدواء الوهمي مما يدل أن هناك عامل نفسي ولذلك حتى نقارن فعالية الدواء الحقيقية نقارنه مع دواء وهمي ولذلك وجد في هذه الدراسة اللي هي Systematic Review انه سبحان الله كل الادويه التي صنعها الانسان من اجل علاج اعراض القولون وليس اليات القولون تعطي نتيجه افضل 7 الى 10% فقط من الدواء الوهمي. المشكله الاخرى انه لدينا مشكله كبيره هنا مع الادويه انه هذه الادويه تحمل تاثيرات جانبيه كثيره ولذلك لا نستطيع لما يكون عندنا آليات كثيرة وأعراض كثيرة مثل مرض القولون العصبي لا أستطيع أن أستخدم عدد كبير من الأدوية وجدنا أنه هذا يحمل تأثيرات جانبية مرات بتكون أشد من المرض نفسه ولذلك أنا تلاحظون لا أحمل نص ولكن هذه المرة حملت نص معي لماذا؟ لأن هناك في دراسة تشير إلى دوائين فقط يستخدمان في علاج القولون العصبي الاول من فصيله ترايسيكليك انتي يعني مضادات الاكتئاب ثلاثيه الحلقات والدواء الثاني اسمه اليسترون واحد من الادويه او هذين الدوائين يستخدمان لمرضى القولون الذين يعني الذين عندهم اسهال بالله عليكم انا يعني اضطريت انه احضر النص لانه لم استطع ان احفظ التاثيرات الجانبيه لهذين الدوائين لكثرتهما مثلا الدواء الأول اللي هو مضاد للاكتئاب ثلاثية الحلقات يعطينا هذه التأثيرات أولا بيعمل جفاف في الفم بيعمل فلاشين يعني بصير الخدود حمراء بيعمل إمساك يعني تخيل أنا بستخدمه لعلاج القولون العصبي الذي فيه إمساك وهو يسبب إمساك بيعمل إنسومنيا أرق صعوبة في النوم بيعمل نقص في الشهية خفقان في القلب غثيان قلق يعني واحد هو بيتعالج من القولون عشان يخفف اعراض القلق فهذا يسبب الدواء قلق بيعمل ارتجاع في المعده بيعمل اضطراب في الرؤيه وتشوش في الرؤيه وتعب وطفح جلدي وغازات يعني تخيل هو دواء يستخدم لعلاج القولون ويسبب غازات في القولون ويعمل ديسفونيا يعني عسر الصوت بصير صوت فيه خلل وبحة في الصوت وبيعمل صداع مع تسرع في القلب هذا الدواء الاول طيب الدواء الثاني الالوسترون من تاثيراته الجانبيه الامساك ايضا يسبب الامساك اضطرابات هضميه والام في البطن يعني نفس المشكله انا بستخدم ادويه لاخفف اعراض مثلا الام البطن في القولون فهذا الدواء يسبب زياده في الم البطن زياده في الاسهال زياده في الاضطرابات المعديه المعويه يسوي يعني بيعمل ديسكمفورت عدم ارتياح هيموروييد بواسير يؤهب الى زياده الاصابه بالانف والاذن والحنجره بالفيروسات. يسبب اصابات بصريه واصابات تناسليه في الجهاز التناسلي واخيرا كاتبين Serious Adverse Reaction يعني يعني تاثيرات جانبيه خطيره ولم يذكروها طبعا. طبعا كل هذا بواسطه دوين طيب انا لو اتحدث انه انا عندي اليات كثيره في القولون واستخدم عدد من الادويه لمجابهه هذه الاليات ومجابهه هذه الادويه، اذا دوايين عملوا لكل كل هذه المصائب، طب انا ماذا اتوقع من ثمان ادويه او عشر ادويه؟ بلا شك قد ندخل في كوارث وتاثيرات جانبيه قد تكون اشد على الجسم من المرض نفسه. ولذلك نحن نعمد هنا الى الاغذيه العشبيه. ايش يعني الاغذيه العشبيه؟ احنا الاعشاب التي نستخدمها كلها مصنفه كمنكهات طعاميه. ومصنفة حسب دستور الولايات المتحدة الأمريكية للأعشاب بأنها جراس اختصار لكلمة جنرالي recognized as safe عشبة تعرف بأنها آمنة ليس لها تأثيرات جانبية وليس لها تداخلات دوائية ومع ذلك نجد أن فاغنر قام بدراسة هذه الدراسة تشرح أن استخدام عدد أكبر من الأعشاب يعطي فوائد أكثر وتاثيرات جانبيه اقل في السيطره على الامراض واعراض الامراض واليات الامراض، طبعا فاغنر لاحظ انه يتحدث عن اعشاب لها تاثيرات جانبيه، يعني على فكره ليست كل الاعشاب امنه، بعض الاعشاب لها تاثيرات جانبيه، ويقول اذا جمعنا هذه الاعشاب التي لها تاثيرات جانبيه سيكون مفعولها الدوائي او الذي استخدمت من اجله اعلى وتاثيراتها الجانبيه اقل. ولذلك سبحان الله نحن نستخدم أعشاب لا تأثيرات جانبية لها أصلا من أجل أن نزيد المفعول الدوائي والفعالية الدوائية دون الحصول على أي تأثيرات جانبية بفضل الله وهناك أيضا مجموعة من الدراسات هذه الدراسات أجريت على القولون نفسه تؤكد أن استخدام أعشاب أكثر يؤدي إلى فوائد أكثر وتأثيرات جانبية أقل من استخدام عشبة مفردة أيضا في دراسة ثالثة أجريت على مركب يعني هو مستحضر دوائي يتركب من عدة أعشاب طبيعية قارنت تأثيرات هذه الأعشاب على ألم القولون يعني الألم البطني الذي يصيب القولون فاستخدمت مجموعة هذا المستحضر العشبي الذي فيه عدة أعشاب مجموعة أخرى استخدمت عشبة واحدة ومجموعة ثالثة استخدمت لبلاسيبو فوجدوا سبحان الله أن الأعشاب المتعددة كانت أفضل وأعطت نتائج أفضل بالنسبة للسكور تبع ألم البطن من العشبة المفردة أو من البلاسيبو مما يؤكد أن الأعشاب هذه مع بعضها البعض تعطي مفعولا أفضل نحن نقول أن القرآن سبق كل الأبحاث العلمية بأكثر من 1400 سنة لماذا؟ لأن هذا المبدأ موجود في القرآن الكريم وكوني متخصص في أسس علم التغذية في القرآن عندما كنت أتابع الآيات القرآنية كنت أفاجأ لأن من يتتبع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأغذية لا يوجد ولا آية واحدة تتحدث عن طعام مفرد اللهم إلا إذا كان هناك حديث عن قصة معينة مثل قصة مريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا لأن هذه حادثة حقيقية وهي استخدمت الرطب ولكن عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الأطعمة والأعشاب والأغذية كنعم منه للإنسان يتحدث بمبدأ الجمع تأملوا معي قال أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونة ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا جمعها مع بعضها البعض أيضا في سورة الأنعام هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلع قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان لاحظوا مبدأ الجمع والمتتبع لكل آيات القرآن يجد بالفعل أن الله سبحانه وتعالى يضع يجمع الأطعمة مع بعضها البعض وحتى قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان الريحان هي الأعشاب كل نبات ذو رائحة عطرة يعرف باسم الريحان ولذلك نحن نطبق هذا كأسس كواحد من أحد مرة تانية. يلا ولهذا نحن نطبق أحد أسس علم التغذية في القرآن وهو مبدأ الجمع في طريقتنا ونعطي عدد من المنتجات كل منتج فيها خلاصه زيتيه وخلاصه مائيه لعشبه معينه ونعطي عده انواع لماذا لاننا اول شيء نريد ان نصيب كل الاليات التي تحدث في المرض فاذا كان عندي ثمان اليات كما يحدث في القولون فانا احتاج الى ثمانيه انواع من الاعشاب او المنتجات حتى اصيب كل اليه